خرج رجل من بين مضارب الخيام، عيناه تتألقان تألق النجوم. وخرج رجل يتبعه يخاف عليه الغدر. من الرجل؟ نافع بن هلال البجلي. ما الذي أخرجك في جوف الليل؟ أفزعني خروجك يا ابن النبي. والظلام يخفي سيوفا مسمومة وخناجر، وخرجت أتفقد التلاع والروابي مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم تحمل ويحملون. شد الحسين على يد صاحبه وقال: هذه هي الأرض التي وعدت بها؟ ونظر إلى صاحبه بإشفاق وأردف: ألا تسلك بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ كظامن إن اكتشف ينابيع الماء ألقى نافع نفسه على ينبوع الخلد وحياة لا تفنى. ثكلتني أمي يا سيدي، والله الذي من بك علي لا أفارقك أبدا. لقطات لا تنتهي في تلك الليلة العظيمة. الآن نستمع إلى قصيدة من التراث الأهوازي للرادود المرحوم سالم الصافي، كتبها الشاعر سالم المياحي، يقرأها الرادود المتسابق حسن علي العقيلي من فريق علي الأكبر عليه السلام. عنوان القصيدة: عشان فجر شي هالليلة، التراث الأهوازي. قصيدة كلش بسيطة وإن شاء الله راح أديها بأحسن الأداء. من رواديد التراث متأثر بالرادود حمزة الزغي، فريقي هو فريق علي الأكبر. ملاحظات كلش بسيطة انطوني الأساتذة وإن شاء الله راح أعدلهم. جاهز للمنافسة وبعون الله راح أقنع اللجنة بصوتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عسى انفجرك يا هالليلة، عسى انفجرك يا هالليلة، اليوم الحاشر لا ينطر أشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر. عسى انفجرك يا هالليلة، عسى انفجرك يا هالليلة، اليوم الحاشر لا يمطر أشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر. عسى انفجرك يا هالليلة، عسى انفجرك يا هالليلة، اليوم الحاشر أشبع شوف من حسين ومن عباس. ها عسن يا ليلة العاشر، عسن يا ليلة العاشر، فجرك دوم لا يطلع. عسن يا ليلة العاشر، عسن يا ليلة العاشر، فجرك دوم لا يطلع. بل كان من وجه عباس وجه حسين شوف اشبع، بل كان من وجه عباس وجه حسين. ها وها خلوني يا اهل وادم، خلوني يا اهل وادم، ليهم دوم اتلوع مو بفراقكم قلبي حدثني واحس بالشر، مو بفراقكم قلبي حدثني. ها خلوني يا اهل وادم، خلوني يا اهل وادم، ليهم دوم اتلوع مو بفراقكم قلبي حدثني واحس بالشر، مو بفراقكم قلبي حدثني واحس بالشر. عسى انفجرك يا هالليلة، عسى انفجرك يا هالليلة، اليوم الحاشر لا يمطر
أشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر أشبع شوف من حسين ومن عباس عسن يا ليلة العاشر فجرج دوم لا يطلع بل كان من وجه عباس وجه حسين شوف اشبع بل كان من وجه عباس وجه حسين خلوني يا هالوادم خلوني يا هالوادم اليهم دوهم اتلوع ومو بفراقهم قلبي حدثني واحس بالشر حدثني وها عشان فجرك يا هالليله عشان فجرك يا هالليله اليوم الحاشر لا ينطر اشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر صلى على محمد وآل محمد أحسنت 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 الألوان تختلف والغاية واحدة والدمعة واحدة ولطبة الصدر ساخنة نستمع إلى القصيدة الأصلية عشان فجرك يا هالليلة اليوم الحاشر لا ينطر أشبع شوف من حسين أشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر من عباس المشكر عشان فجرك يا هالليلة عشان فجرك يا هالليلة اليوم الحاشر لا ينطر عشان فجرك يا هالليلة اليوم الحاشر لا ينطر أشبع شوف من حسين ومن عباس المشكر من عباس المشكر عشان يا ليلة أحسنت حسن أحسنت مولا علي باشا تفضلوا أبو وجدانك شردقوا قل له أحسنت أحسنت قليلة بس أكد على فرشي محضر أساتذتي الله يرحم محمد بخشو رحمة الله عليه الجنوب وجنوب جمهوريتنا الإسلامية أنه مدينة لمحمد بخشو رحمة الله عليه رحمة الله عليه رضوان الله عليه خلي ما أدري أي اسم أنت حتى لا أسيء الأدب إلى باقي المدارس والأساتذة من القراء فإلى مكانته محمد بخشو نعم والجنوب مديون لمحمد بخشو فحقيقة إبداع كامل وأداء كامل وقفة واحترام الله يبارك فيك عم حياكم الله شباب عساكم بالقوة تعبكم ما ضاع تفضلوا مولا محمد رائع يا حسن يعني حسن من المرحلة السابقة نعم وأنا يعني بداخلي أعرف أن اليوم راح يبدع لأنه كان مبدع بالمرحلة السابقة وكان جميل ومتجلي بأدائه وكما توقعتك بطل يا حسن بارك الله فيك أحسنت مولا دكتور عندك ملاحظة أخرى ونشوف شنو حصل درجات حسن بالمرحلة السابقة أحسنت مولا حسن حبيبي طيب الله أنفاسك مولا حسن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعاً هم جاءوا متأخرين شاركوا قبل يوم تقريباً المسابقة وحصل بالمرحلة السابقة على المركز الأول وبدرجة 90 ما شاء الله بس أكو موضوع أريد أنوه عنه ما يخص بعض قوانين المسابقة بمرحلة التراث من بدأ تدريب الفريق لاحظنا أكو أكثر من متسابق خرج بسبب شنو؟ كان صوته جميل ولكن بسبب والده نعم او اخوه نعم تاثير الاشخاص مو اصحاب الخبره يعني انا رساله من والد احد الرواد قال قسيته على ابني نعم بالمسابقه وكان ردكم قاسي كلجنه نعم احنا قسينا
احنا ما نقسي على الفتيان لان يعني هم بعمر بسيط، بس احنا نقسي انه من الفتى الحسيني اللي متخلق باخلاق محمد وآل محمد ما يلتزم بشروط وقوانين وضعتها فريقه والناس الاكبر من عنده جاي الدربة، يعني هذا المتسابق اكدت على كل الشباب الموجودين منو اللي طاء وقرا قبل الدعاء، قرا الدعاء قبل لا يقرا القصيده مالته. نعم. كل الشباب بما فيهم طبعا هو من فريق علي الاكبر، كل الشباب بما فيهم الاعضاء فريق علي الاكبر من خارج اللي موجودين بالكواليس قالوا لحد الباب وصلنا، يقول شفنا عنده ورقه قلنا له لا تقرا هاي الشيء، اقرا بس القصيده، يقول وصل والده وياه قال له لا اقراها. نعم. فنصيحه لكل الاباء، انت جايبه يم اساتذه. نعم. لو تقتني ان ذول اساتذه ومختصين وجاي يدربون ويعرفون الطبقه المناسبه لابنك اللي راح يقرا بيها ويعرفون القصيده اللي تناسب، قعدوا ويا كل الشباب وشفناهم احنا كلجنه طلعنا عليهم ورحنا شفناهم، واكو اساتذه دربتهم بغير الاساتذه اللي بالفرق، اكو اساتذه باللغه العربيه وبالقران وبالمقامات تدربوا. احنا انت سلمت بيد الفريق، الفريق راح يكون متحمل كل مسؤولياته. اخفاقه اخطا هو يتحمل، انت ليش تدخل نفسك بالنص وتخلي نفسك انت حجر عائق، ابنك صوته جميل وما ما ما ادى بطريقه صح بسبب انه انت فرضت عليه شيء واللجنه رايده من عنده شيء، فلهذا ابنك طلع بهذا، وكان الرد مالتنا قاسي لاي شخص ما يلتزم. نعم. احنا هذا الرد القاسي لمصلحته، لمصلحه هذا المتسابق وبقيه المسابقين. اليوم كل الشباب الموجودين هم ابنائنا اخواننا الصغار، الغايه من هذا البرنامج احنا نظهرهم لهذا العالم وندربهم ونجهزهم حتى يكونون هم المستقبل. نعم. احنا نتمنى بعدين نشوف هاي الروادي نوقف جوا المنبر نلطم جوا ايديهم، هاي غايتنا. غايتنا انه احنا نحسن من ادائهم. احسن دكتور. بالختام ما عندي شيء. احسن دكتور، بالتوفيق ان شاء الله يا حسن. اهلا بكم ايها الكرام، لقائي وحواري مع رادود الحسيني المبدع والطيب ملا حسن علي من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. السلام عليكم ملا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوما يا حبيبي. حبيبي الله يخليك. الله يسلمك وديمك ان شاء الله يا حبيبي. شكرا جزيلا ملا. تحس ادائك كان زين بالقصيده؟ كلش زين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شنو استفاديت بالتحديد من ملاحظات لجنه التحكيم الكرام؟ ملاحظات كلش بسيطه وكلش زينه، وان شاء الله بالايام الجايه راح يرفعن ان شاء الله. زين، بهذا ادائك اللي تقول انت علي زين، راح تتوقع يعني عبورك للمرحله القادمه بهذا الاداء ان شاء الله؟ ما شاء الله، موفق انت ومبدع دوما ان شاء الله.